مش موجودة عبر السوشيال ميديا ولا موجودة في أي موقع رياضي خلال الساعات القليلة الماضية. ودايما بنهتم في المقام الأول بالنادي الأهلي أو أي أمر متعلق بالرياضة المصرية والكرة المصرية على وجه الخصوص. طيب ترند النهاردة معلومة ممكن تكون أو أعتقد بنسبة كبيرة مفاجأة لكل المهتمين بكرة القدم الإفريقية والمصرية خلال الفترة القادمة. هناك كورس أونلاين سيتم عقده خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس القادم. هذا الكورس هيكون مخصص لكل الحكام الواعدين والصاعدين صغار السن الأقل من 30 سنة. المفاجأة مش في الكورس الأونلاين، لكن المفاجأة زي ما انتوا قدامكم على الشاشة أسماء الحكام والدول اللي بينتموا ليها، كل حكم والدولة اللي بينتمي ليها، وللأسف مفيش ولا حكم مصري تحت 30 سنة واعد بيتم اختياره من الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. بالمناسبة احنا بنتكلم على مستوى دول، في دول سبقتنا سواء على المستوى القروي، في دول ممكن تكون معانا على نفس المستوى، وفي دول أقل مننا حتى في التطور والمستوى الفني. لكن توصل لمرحلة إن التحكيم المصري على مستوى القارة الإفريقية مفيش ولا حكم ساحة أو مساعد هيكون مدعو لهذا الكورس الأونلاين في الفترة القادمة في الاتحاد الإفريقي اللي هيتم انعقاده في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس القادم، هيبقى الأمر صعب جدا. ليه هيبقى صعب؟ لأن أنت بتتكلم على مستقبل التحكيم المصري فيما بعد 2022. 2022 كأس العالم القادم إن شاء الله، عندك الحكم المصري أمين عمر، سبقه قبل كده كان في جهاد جريشة في روسيا 2018، وكان في عصام عبد الفتاح، وكان في جمال الغندور، وكان في حكام دوليين على مستوى عالي موجودين في الفترات السابقة. لكن بعد 2022 انت بتتكلم بقى في كأس عالم 2026، كأس عالم 2030، بتتكلم في بطولات أمم إفريقيا سواء ناشئين أو شباب أو حتى على المستوى الأول، إنك توصل لمرحلة حكم واعد تحت 30 سنة لا يتم اختيار، لان مفيش حد في المرحله السنيه دي في الفتره القادمه في القائمه الدوليه، صعبه جدا جدا على التحكيم المصري، وهتبقى مسؤوليه ملقاه سواء على اللي موجودين حاليا في اتحاد الكره او حتى كل اللي تولوا المسؤوليه في اتحاد الكره السابقين، سواء اتحاد كره مجلس اداره او حتى لجان حكام. لان انت بتتكلم على دول المغرب بيمثلها، تونس بيمثلها حكام، ليبيا، موريتانيا، الصومال، غرب افريقيا، جنوب افريقيا، نيجيريا. لو بتتكلم في الدول الفرنكوفونيه اللي بتتكلم بالناطقه باللغه الفرنسيه، لا انت بتتكلم على مستوى قاره افريقيا سواء الناطقين باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه. فانت بتتكلم حتى في دول عربيه، بتتكلم على المغرب، بتتكلم على الجزائر، على تونس، ليبيا. لكن مصر بقيمتها الرياضيه وبقيمتها القرويه مفيش حكم تالنت صاعد تحت 30 سنه يكون موجود في كورس التحكيم الفتره الجايه. الامر هيبقى صعب جدا، وده مداه او تاثيره هيظهر خلال الفترات القادمه. عندك 7 حكام اساحه كلهم فوق ال 30 سنة، عندك 7 حكام مساعدين كلهم فوق ال 30 سنة، لكن حد تحت ال 30 سنة يكون مدعو لهذا الكورس الأونلاين في الفترة من 22 ل 26 أغسطس القادم، هتتكلم بعد حوالي 10 أيام. للأسف العدد قليل جدا ومفيش حد تحت 30 سنة. نقطة كمان عايز أأكد عليها. وأنت بتعمل تقنية الفار بالنسبة للحكام الدوليين، عندك 7 حكام ساحة معاهم الرخصة الدولية من الاتحاد الدولي ومن الأيفاب إن هم حكام دوليين بيطبقوا تقنية الفار. لكن هل تتخيلوا كمان إن حتى على مستوى الحكام المساعدين من 7 الدوليين ما عندكش غير حكم واحد بس هو اللي موجود اسمه ضمن قائمة الحكام المساعدين اللي معاه شهادة الأيفاب اللي هو الكابتن محمود أبو الرجال؟ يعني حتى 6 حكام المساعدين اللي مع الكابتن محمود أبو الرجال مش مدرجين ضمن الحكام الدوليين اللي المفروض يكونوا معاهم تقنية الفار من خلال مجلس الأيفاب خلال الفترة اللي جاية. ده أمر صعب جدا، وهزتكم من الشعر بيت وانت بتعمل اختبارات والتيست لتجربة الفار خلال الفترة الأخيرة. كان في عدد من حوالي مثلا 100 حكم كانوا بيخضعوا تحديدا لجزئية الحكم المساعد، انه يكون حكم مساعد في غرفة تقنية الفار. مثلا لو عملت اختبار ل 100 حكم لا تتعدى نسبة النجاح حوالي 20%، يعني من 100 نجح 20، من 10 نجح 2، نسبة ضئيلة جدا. لكن الحكم الوحيد المساعد اللي موجود في غرفة تقنية الفار اللي هو أساسا حكم مساعد وليه دور مهم في تقنية الفار في مسألة ضبط التسلل، واحد بس في مصر، محمود أبو الرجال. بخلاف ذلك ما عندكش ولا حكم دولي ولا حتى حكم محلي معاه رخصة الأيفاب في مسألة تقنية الفار. ده جزء شق متعلق بالتحكيم الدولي. لكن الجزء الأهم اللي بدأت بيه الحلقة أو فقرة ترند وهي فكرة الحكام الواعدين خلال الفترة اللي جاية. للأسف بعد
كاس العالم 2022 مصر هتفقد حكام صاعدين بالنسبه للمرحله القادمه، والاتحاد الافريقي بيجهز من الفتره الحاليه من اواخر شهر اغسطس الحكام الصاعدين بالنسبه للمرحله اللي جايه. ده محتاج شغل جبار جدا من لجنه الحكام الحاليه او حتى استراتيجيه يتم وضعها بالنسبه للفتره القادمه، لان صعب جدا يكون التحكيم المصري خلال الفتره الجايه مفيش حكام واعدين مش موجودين على قائمه الاتحاد الافريقي للخضوع لكورسات اونلاين سواء في حكام الساحه او حتى الحكام المساعدين بالنسبه لتقنيه الفار. طيب عندي كمان موضوع مهم جدا واختم بيه فقره ترند.